السلام عليكم. في البداية أرحب بالمتابعين الجدد وأعرفهم بالحساب، حساب اليوكي ديري، هو متخصص بعمل تغطيات بريطانيا. حسابنا عام متنوع، كل يوم يكون مع أحد يعمل تغطية. طبعا انطلقنا من برايتون ولندن وعدة مدن بريطانية. أشكر كل حساب دعمني ونشر حسابنا، وإن شاء الله أن يكون عند حسن ظنكم ويكون أحسن من ظنكم. عشان خاطر المتابعين الجدد راح أعيد التغطيات، ما راح أعيدها، بس راح أستعرض التغطيات اللي غطيناها من قبل وجاوب على الاستفسارات قدر الإمكان. أوريكم الإيميل أنا تكلمت عنه أمس، إنه في إيميل كنت مرسلته للمشرف بالإنجليزي. أفضل أني أوريكم إياه بالإنجليش لأنه فيه الموقع واللوكيشن، فأسهل تحطونه في جوجل ماب أو تدخلون الموقع، وراح أتكلم عنها طبعا أشرحها بالعربي. طبعا أنا راح أتكلم عن الأماكن السياحية في برايتون وما جاورها، مرتبتهم بالنسبة لي أنا للأفضلية. نبدأ في البداية قلعة أرندل كاسل. قلعة جدا جميلة وتاريخية، وتعتبر مزار ومنطقة سياحية. القلعة تاريخية وأثرية، وحوالين المنطقة نفسها فيها حدائق ملكية جدا جدا جميلة، وقريب من القلعة تقريبا ربع ساعة من القلعة تقريبا مشوار ربع ساعة في بحيرة اسمها سوانبون ليك، مرة حلوة ورايقة وفيها اكتيفيتيز. تفاصيل حنا عندنا حساب بالانستغرام قد اعلنت عنه من قبل اسمه برايتون خليجي، كنا ننزل يعني اي تغطية كنا ننزلها بالحساب. التغطيات اللي نزلناها هنا مرة كثيرة وجدا شيقة، بس لنا فترة صراحة ما نزلنا لأن ما شفنا تفاعل بالحساب. حديقة دروسلا هي حديقة وملاهي، بس الألعاب فيها حق أطفال، يعني حديقة شوية صغيرة الملاهي مو كبيرة مرة. سبارك تعتبر بوتينيك جاردن، فيها نباتات من كل مكان في العالم، فيها كورنر للديناصورات، فيها ألعاب الأطفال. ستر هو مطل جدا جميل يقع في برايتون، مثل ما تشوفون بالصورة هي مرتفعات تطلون على البحر، طبعا خطرة جدا جميلة ومرة حلوة، ولازم أي أحد يجي برايتون لازم يمر على سيفن سيسترز. عندي لها صور بس ما رفعتها على الجهاز.
بالنسبة للأسواق، أول سوق حطيته اللي هو جنوارف كوي، هو عبارة عن أوتلت يقع في مدينة بورتسموث، تبعد عن برايتون ساعة. جنوارف ما في يعني براندز مرة كبيرة ومشهورة مثل بيكتر فيليج، وما هو كبير مرة كسوق، لكن يعتبر المكان ميزته يعتبر كمنطقة سياحية حلوة للعائلة كلها. محل على البحر، فيه برج كبير يميز مدينة بورتسموث، برج برعاية الخطوط الإماراتية، فيو على بورتسموث وعلى البحر، برضو فيه رياضيات مائية وقوارب. تو أضحك على المسج لأني أنا رحت لها وقضيت فيها يوم كامل، بس كتبت للمشرف إنها ما تسوى الراحة. بقول لكم ليه. سبب انصدمت فيها أن الجزيرة مرة 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 كبيرة، أنا في بالي جزيرة صغيرة بلفها كلها بيوم واحد. انصدمت من حجمها واكتشفت انه ما يكفيها يوم واحد، وما كنت صراحة قاري عنها كثير، فرحت كذا على عماها، وكل ما اسأل عن مكان يكون مسكر. انا عن نفسي خلال سفراتي احب اخطط للسفرة واقرا عن المكان قبل اروح له، واشوف ايش الشيء اللي يسوى اني اروحه. مرة ما ادري ليه كان في بالي انها جزيرة صغيرة بروح نتمشى فيها، ما توقعتها بهذا الحجم. كم ما توقعت بهذا الحجم، يعني مثلا المشوار من مكان إلى مكان ياخذ له ساعة إلى ساعة ونص، وكل شيء يسكر الساعة 5. توصلون الجزيرة، سوري استعجلت، أنا تكلمت عنها بسرعة قبل لا أشرح. بالعبارة من بورتسموث تقريبا ربع ساعة.